ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية أن مجموعة من المواطنين عثروا في مدينة تطوان صباح اليوم الأربعاء على جثة طفل مرمية في قاع بئر في نواحي المنطقة بعدما اختفى عن الأنظار منذ أمس الثلاثاء. وقالت مصادر ماروك أخبار يومية إنه حوالي الساعة 8 من صباح اليوم عثر مواطنون في حي كويلما في مدينة تطوان على جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات جثة هامدة في عقر بئر. وأضاف المصدر ذاته أن الضحية اختفى من بيت أهله منذ أمس إلى أن فوجئت عائلته صباح اليوم بالعثور عليه جثة هامدة. وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم إخبار السلطات الأمنية التي حضرت إلى عين المكان للبحث في تفاصيل النازلة وكشف أسباب الوفاة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.